أهلا بالجميع، أتمنى أن تكونوا بألف صحة وعافية. أهلا بكم في قناة أفيكي. في هذا الفيديو الجديد من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي الفصل الثاني، سنتعلم كيفية تحرير فقرة production écrite. Projet 2. C'est un lieu exceptionnel. Séquence 1. La séquence الأولى. Nous allons au musée. فيما يخص البرودكسيون إكريت، هناك نوعين من برودكسيون إكريت يمكن أن يعطيها الأستاذ في الاختبار. قبل أن نشرع في الشرح، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، واضغطوا على لايك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. طلبت منكم في الفيديو السابق التصويت في المنتدى كوميونوتي على production écrite, composition و orthographe. طلبتم جميعكم production écrite، كيفية تحرير فقرة، وفي هذا الفيديو راح لبي الطلب. بعد هذا الفيديو سأضع لكم أيضا في المنتدى كوميونوتي تصويت على الفيديوهات القادمة. ما عليكم بعد نهاية هذا الفيديو الذهاب والتصويت لأتمكن من معرفة أي درس تريدونه في الحصة المقبلة أو في الفيديو القادم. إذن كما قلت سابقا، فيما يخص production écrite هناك نوعين. مثلا في الكتاب صفحة 44 avec ta ton camarade cherche la brochure d'un musée. قلنا سابقا أن la brochure كتاب صغير فيه كل ما يخص ذلك المتحف. Puis écris ce que tu peux trouver dans ce musée. ثم اكتب كل ما تستطيع قوله حول هذا المتحف، أي كل ما رأيته في ذلك المتحف. إذن هناك نوعية من الفقرة أين تتحدث فيها عما شاهدته في متحف ما قمت بزيارته. إما أن يكون الأفعال المستعملة في الماضي أو في الحاضر، au présent de l'indicatif. وهناك نوع آخر من الفقرة أين يطلب منك كتابة برنامج الزيارة، programme de la visite. مثلا في الصفحة 45 هنا مثلا vous proposez avec vos camarades le programme de la visite. Voilà. هناك من يطلب منك أن تتكلم عن، يقول لك زرت متحف سابقا، تكلم عن بروغرام دو لا فيزيت، تكلم عن برنامج زيارة ذلك المتحف. En petit groupe cherchez les brochures de musée, choisissez un musée. حتى ولم تكن لم تزور المتحف، يمكنك البحث عن لا بروشور أو الكتاب الصغير الذي يتحدث عن ذلك المتحف وكتابة فقرة عن لو بروغرام. Vous proposez avec vos camarades le programme de la visite. في هذا الفيديو سوف نرى طريقة عمل le programme de la visite، برنامج الزيارة. في أي ساعة ذهبتم، في أي ساعة وصلتم، ماذا فعلتم. وفي الحصة القادمة إن تم التصويت سوف أضع لكم نوع آخر من production écrite، من الفقرة. مثلا هنا نعود إلى الصفحة 44، العنوان au musée national des beaux-arts، المتحف الوطني للفنون الجميلة. هنا أعطى لنا le programme de la visite، وقت الزيارة أو برنامج الزيارة. أعطى لنا هنا برنامج زيارة سنأخذه كمثال، وهناك فراغات. أين يوجد الأزرق؟ فهو فراغ. بماذا سنكمل؟ بتمرين ثالث، complete le programme avec les mots suivants: guide, bus, حافلة, peintre, 2 décembre, retour, العودة, 10h على الساعة العاشرة, sculpteur, و rencontre, مقابلة. programme samedi. إذن samedi هنا بدأ بكتابة اليوم الزيارة، عنوان،
ثم بروغرام ثم يوم الزيارة ساندي إجابة هي 2 ديسمبر إذا نكتب هنا 2 ديسمبر أريفي أ الوصول على الساعة هنا الساعة موجودة العاشرة 10 أ 10 أون أون معناه بأي وسيلة نقل سبق وأن عملت فيديو عن وسائل النقل ادخلوا إلى البلاي ليست وستشاهدونه أون أون بوس بالحافلة 10h30 على العاشرة والنصف فيزيت دو لاتوليي دي إذا زيارة ورشة ماذا؟ إذا فيزيت دو لاتوليي دي peintre pour voir les tableaux pour voir de beaux tableaux les مشاهدات اللوحات الجميلة 11h في ساعة أخرى visite de la galerie des statues les statues هي تماثيل c'est l'étage des C'est l'étage هو طابق دي c'est l'étage des sculpteurs نحاتين sculpteurs le accompagne les élèves dans la visite من يوجه التلاميذ خلال زيارة المتحف هو le guide bien sûr donc هنا نكتب guide le guide accompagne les élèves dans la visite 11h30 على الحادية عشرة ونصف avec un peintre algérien مع إذن rencontre مقابلة مع un peintre algérien جزائري 13h على الواحدة à la maison retour العودة إلى المنزل هذا يمكن أن يؤخذ كمثال programme samedi ou نغير اليوم arriver le وصول وسيله الاستعمال à 10h30 ماذا فعلوا à 11h يمكن ان نبدل الساعه ونبدل ماذا قمنا بزياره داخل ذلك المتحف سنرى امثله اخرى اذا وصلنا نوع اخر samedi matin هذا قسموه إلى سامدي ماتان أبخي ميدي سبت صباحا ومساء سامدي ماتان إذن أغيفي à 10h30 en bus الوسيلة هي الحافلة 11h visite de la collection des animaux du sud حيوانات موجودة في الصحراء À midi, à la 12h, déjeuner au jardin du musée. Il va déjeuner, غذاء في حديقة المتحف. Après-midi, ما هي الأشياء التي عملوها في المساء؟ برنامج زيارة الذي في المساء, après-midi, à 14h, à la 14h مساء. Visite de la collection زيارة مجموعة الحيوانات موجودة في الغابة Visite de la collection des animaux de la forêt إذن هذه البرودكسيون إكريت على زيارة متحف الحيوانات ليست مثل التي قرأت سابقا عن زيارة متحف لبوزار فنون جميلة À 16h ربع مساء Séance peinture d'un animal préféré du musée. Séance peinture d'un animal حيوان المفضل في المتحف à l'atelier في الورشة. Soir في الليل à 20h à la 8 مساء retour à la maison العودة للبيت. واش حبيت نقول في هذه production écrite يذكر فيها دائما الصباح المساء يذكر فيها يوم الزيارة ويذكر فيها
ساعة زيارة، وماذا فعلتم في تلك الساعة؟ أما مثلا كيفية تقسيمها على حسب la production écrite، يمكن أخذ هذا la production كمثال وتغيير ما يجب تغييره، أو الأولى التي قرأت عن le musée des beaux-arts صفحة 44. مثلا يمكن كتابة samedi matin تبدلونها ب dimanche matin، arrivé à 9h على التاسعة en voiture بدلا من بوس تكتبون بالسيارة، 11h هنا تغيرون تكتبون 10h، visite de la collection des animaux du sud مثلا يمكن تغييره وتكتبون إذا كان متحف عن الحيوانات تحدثوا عن الحيوانات، إذا كان متحف آخر يمكنكم قول مثلا visite de l'atelier des statues. Visite de l'atelier des statues. À midi, على 12h اتركوها كما هي. Déjeuner, اكتبوا déjeuner. Au jardin du musée. هنا اتركوها كما هي. Après-midi. À 14h ou bien اكتبوا à 13h, à 14h30. Visite de la collection des animaux de la forêt. أنتم اكتبوا مثلا rencontre du sculpteur algérien. À 16h, séance peinture d'un animal préféré du musée. À 17h مثلا séance peinture d'un tableau préféré du musée. Au lieu d'un animal, تكتبون d'un tableau préféré du musée. À l'atelier. Soir. اتركوها كما هي. À 20h, اكتبوا مثلا à 22h. أو مثلا à 19h, 19h مساء. سابعة مساء. Retour à la maison. لدي لكم مثال. هذا المثال تكتبون مثلا programme de la visite. Programme de la visite. La date arrivée à l'heure en bus. La date مثلا هنا تكتبون dimanche ou lundi matin. Arrivé à 9h, l'heure, مثلا ساعة. كل ما هو بين قوسين يجب تغييره. عدت لكم بتعديل هذه الفقرة programme de la visite. راح نقراوه مع بعض. Musée national Sirta. اخترت لكم الموزي متحف الوطني Sirta. Programme de la visite. Programme de la visite. إذن برنامج الزيارة. Lundi matin. Après-midi. Soir. Lundi matin, arrivé à 9h en bus. إذن كتبت اليوم. كتبت ساعة الوصول ووسيلة النقل. En bus. بعدها à 9h30, visite de l'atelier des tableaux de peinture. ثم à 10h على العاشرة visite de la collection des statues. À 12h 12h déjeuner au jardin du musée. هنا يمكن كتابة ثلاث أشياء قمتم بها، أربعة أشياء. هذا فقط مثال. Après-midi à 13h séance dessin d'un tableau de peinture à l'atelier. Soir, à 19h, retour à la maison. في الحصص المقبلة سأقوم بوضع أشكال أخرى لكتابة فقرة أو تحرير فقرة باللغة الفرنسية عن المزي.
هذا فقط مثال، أتمنى أن يعجبكم. قبل أن تغادروا فضلا وليس أمرا، شاركوا في القناة، فعلوا زر الجرس واضغطوا على لايك. الكثير منكم يشاهد فيديوهات ولا يضغط على اشتراك ولايك. نلتقي في فيديو لاحق.